بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة تحسين وتظبيط الصور القديمة باستعمال الفوتوشوب لصورة جديدة أو نظبطها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي كانت الصورة قبل التعديل، طبعا صورة قديمة جدا من تقريبا سنة 1990، ودي الصورة اللي بعد ما عدلناها شلنا منها طبعا بعض الحاجات، وده اللي هنشوفه في الدرس ده بإذن الله بطريقة سهلة وبسيطة باستعمال الفوتوشوب. دي الصورة اللي هنعمل عليها شرح، هنيجي كده نسحبها وهنحطها في الفوتوشوب كده. قبل ما تبدأ تشتغل في الصورة يعني بص عليها بصة من بره كده، بحيث انك تقدر تحدد الحاجات اللي هتقدر تعيد تصحيحها بسهولة او تعيد تصحيحها بشكل سليم. خليك الأول جوه الصورة نفسها، جوه ملامح الوش، ابعد عن الإطار بتاع الصورة أو الجزء الخارجي دوت. أهم حاجة عندي الملامح بتاعة الوش. بعد كده بص للحاجات التانية زي التيشيرت مثلا أو الباك جراوند أو الخلفية بتاعة الصورة دي، تقدر تعدل فيها بسهولة، لكن خلينا نركز في موضوع الوش. زي ما احنا شايفين عند الحاجب في جزء كده طبعا بره البشرة. طبعا أسهل حاجة إنك تقدر تعمل بيها الموضوع ده إنك تيجي عند التول وتختار الباتش تول، وهنشدها كده عشان تاخد لون البشرة التاني. هنيجي برضو هنا كده لنفس الكلام وهنعمل نفس الطريقة، اعمل بس زوم ان علشان اقدر احدد او اظبط الدنيا بتاعتي. واسحب ده كده. طبعا الجزء ده ممكن اعمله بالكلون ستامب تول، فلو جيت اخترتها كده بدوس على الت من الكيبورد في الجزء اللي انا عاوز اخليه زيه، يعني اخد الجزء ده كده وعاوز اخلي الجزء ده زيه، واجي هنا على البشرة هنا عشان الجزء ده من بره، واجي نفس الكلام برضو من هنا كده. انا بدوس على الت لما العلامة دي بتظهر. في جزء هنا برضو ممكن نعمله، كده بقت بنسبة كبيرة جدا طبعا مش 100% ان انا حليت مشكلة الجزء اللي كان موجود هنا عند الحاجب، يعني كان شكله كده دلوقتي بقى شكله كده. برضو لو هتلاحظ برضو تيجي عند الشعر، لو هتلاحظ في فوق هنا الخط ده كده، انا ممكن بالطريقة دي اعمل الجزء ده كله كده اسحبه هنا تمام زي ما احنا شايفين، تحسن بشكل كبير الجزء ده. طبعا بتلاقي حاجات صغيرة جدا، بتفضل تستعمل أداة الباتش تول علشان طبعا تقدر تخليها أو تصحح الجزء بتاع الصورة. بتمسك بقى الباتش تول في أماكن كتير جدا في الصورة أو من الصورة، وبتفضل تسحب بيها كده بإنك تحسن الأجزاء اللي موجودة في الوش. لو تلاحظ برضو هنا في جزء عند الحاجب كده تحس، او بين الحاجب والعين او بين الحاجب والرموش، خط كده بسيط جدا ممكن اشيله بالاداة كده. والجزء ده برضو انت على قد ما تقدر بتحاول تنظف الصورة اللي موجودة عندك. ونيجي نشيل ده برضو، نشيل ده كده. هنا بقى ده الجزء الخارجي بتاع الصورة، ممكن تعمل ده كده وده كده. هنا الأجزاء المنقطة دي هنقدر نتغلب عليها دلوقتي برضو، الحاجات بتاعت التيشيرت او البلوفر ده. لو تلاحظ هنا الوش الجزء ده تقريبا غامق شوية عن الجزء التاني، يعني دلوقتي اعتقد ان الصورة يعني بقت احسن شوية من الاول. اهم حاجة طبعا عندي الوش.
تيجي بعد كده طبعا حجم الصورة عندي، لو هنلاحظ هنا نشوف حجم الصورة ده قد ايه، حجم الصورة 4 ميجا بايت. فانا عاوز مثلا مش محتاجة المساحة او الحجم ده كله، فانا كده شايف مساحة الصورة كبيرة. علشان بس اظبط الابعاد بتاعتي ممكن اخليها 10 طبعا سنتي، 15، والبيكسل او الريزوليوشن بتاعتها هخليها 250 او 300، نخليها 300 مثلا. دي الصورة معايا دلوقتي. اجي بعد كده بقى اظبط الخلفية بتاعت الصورة، اختار اداة الماجيك دي. طبعا لو تلاحظ هنا السيلكت دخل على الوش، علشان طبعا في لون في الباك جراوند مقرب للون بتاع الوش، فهاجي هقلل التوليرانس بتاع الاداة، نخليه مثلا 15، والغي التحديد ده بكنترول ودي من على الكيبورد، واجي ادوس هنا مثلا كده. ده كويس مثلا لحد دلوقتي كويس. المهم ان انا ايه ما ادخلش على الشعر او البشرة بتاعت الوش. هنا زي ما احنا شايفين دخل على البشرة بتاعت الوش. ارجع خطوة بكنترول والت وزد، اشتغل زي ما انا، دخل لنا تاني على الود. ممكن بقى عن طريق اللاسو تول تيجي تعمل كده. خلي بالك انك لما تيجي تحدد بص على العلامات دي، ده لو هتحدد تحديد جديد. يعني انا دلوقتي جيت احدد هيحدد تحديد جديد خالص، اما الاختيار التاني ده فده بيختار تحديد ويضيفه للتحديد الموجود. يعني مثلا لو جيت عملت كده فضافه للتحديد الموجود، وده تحديد كأنه بينقصه من التحديد الموجود. يعني لو جيت اخترت ده كده بيشيل الجزء ده كأنه متشال من التحديد. فانا باجي بختار الاختيار التاني ده، بحيث اي حاجة اختارها بره كده كأني بختارها مع السيلكت الموجودة. اقرب شوية بقى كده علشان اقدر اظبط التحديد بتاعي. لو دوست على الت خلي بالك من علامة الزائد اللي جنب اللاسو تول دي، هتتغير لناقص. يعني انا دلوقتي لما باجي احدد كده وهي زائد، خلي بالك شايف التحديد بيبقى عامل ازاي، بيزيد. لا انا عايز انقص التحديد ده، فبدوس على الت وبستمر بالضغط على الت، وبعد كده اشتغل بالماوس بقى، بشد بالماوس كده كده واجي اقفلها، فبيقلل التحديد اللي موجود عندي. نفس الكلام بقى بعمله هنا كده، نفس الكلام باجي اعمله هنا كده بقى. لو تلاحظ هنا لان طبعا الباك جراوند قريبه جدا من اللون بتاع البشره بتاعه الود، او اللون بشره الوش اللي هو اللون البيج او الاصفر ده. باجي طبعا بظبط بقى ايه، كل واحد طبعا على حسب الادوات بتاعته، فكلها مقاربه لبعض. لكن انا بختار طبعا اللي انا بشوفه انسب او بشوفه اريح ليا. واحد تاني ممكن يشوف اداة تانية غير السيلكت دي تكون انسب لي او اريح لي. طبعا باجي هنا السيلكت ده بما انه هنا، فبدوس على ماينس او الت يعني، وبفضل اشتغل كده لغاية ما اعمل تحديد للوش بس. طبعا بشيل الاجزاء دي كلها مش عاوزها. دي بقى الودن، الودن الغلبانة. وباجي اعمل الجزء ده كله كده عشان ده مش معانا اصلا في التحديد. يعني انا كل ده، كل اللي انا بعمله اني بفصل الباك جراوند او الخلفية دي عن الجسم كله بالتيشيرت بالوش بكل حاجة، بحيث ان انا استبدلها بباك جراوند جديده او خلفيه جديده من عندي. طب دلوقتي اعتقد ان انا عملت سيلكت للباك جراوند كلها، فزي ما احنا شايفين تقدر تسحبها بقى او تشيلها. قبل ما تعمل كده بص على اللاير، خلي بالك ان في علامه القفل موجود ده، فهتيجي تدوس دبل كليك على اللاير كده، بعد كده هتدوس اوكي.
بعد كده هتيجي من على الكيبورد هتدوس على شيفت وديليت. فزي ما احنا شايفين دي بقت او الجزء ده كده بقت لير لوحدها. هنيجي بس نعمل كده ان احنا الجزء اللي تحت ده كده زي ما انت شايف ان الصورة متنية شوية من تحت، فانا كل اللي هاجي اعمله اني هسحب او هشيل الجزء اللي تحت بس، يعني هعمل كروب للصورة كده كده كويس واقول له انتر. كده فصلت الجزء اللي تحت ده كده اللي هو مش الجزء ده كده وخليته كده. حاجة بس هعملها حاجة احتياطي علشان لو الجهاز فصل او النور قطع او اي حاجة تحسبا لاي ظرف، هسيب بس الصورة بي اس دي عشان كل اللي انا عملته ده والتعب ده ما يروحش على الفاضي لو النور قطع او الجهاز علق او اي حاجة ما تضمنش الظروف. بعد كده بقى هاجي هركب الباك جراوند وليكن مثلا نشيل بس الناس دي كده دلوقتي او الراجل ده، نشيل دي ودي ودي. هنمسك الباك جراوند دي وهنيجي عايزين نحطها خلفية هنا كده، طبعا هنحطها هنا كده. لو عاوز تجيبها ورا بتدوس او بتمسكها كده تسحبها تحتها، او من على الكيبورد بتدوس على كنترول وحرف الدال او حرف الجيم، دال اللي هو اب وجيم اللي هو داون. طيب طبعا الخلفية مش ماشية خالص مع الصورة، فانا دلوقتي هعمل حاجة هعدل على الصورة بس حاجات بسيطة من الالوان. او خلينا نبدأ الاول ان احنا ننعم الصورة شوية، يعني خلي بالك لو جيت تنعم الصورة شوية برضو هنيجي من فلتر. طبعا انا مسطب مجموعة فلاتر توباز، واللي عاوزها ممكن يكلمني على صفحة تكنو عربي من خلال الفيسبوك وابعت له اللينك بتاع تحميل الفلاتر دي كلها، فمنها بستعمل توباز دي نويز 5. طبعا فلتر ممتاز جدا بيقلل البكسله من الصوره زي ما احنا شايفين، بينعم الصوره بشكل كويس جدا. ادي الصوره قبل وادي الصوره بعد، يعني بيقلل درجه البكسله بشكل كبير جدا وبكل سهوله. نلاحظ دلوقتي الفرق اول ما الفلتر يتطبق على الصوره زي ما احنا شايفين. بص يعني لو دوست كنترول زد دي الصوره وهي مبكسله، كنترول زد ده الصوره لما نعمت شويه، وتيجي عند الايمج هنحسن الالوان واقول له اوتو تون. ده هنا ده ساطع شويه، هرجع تاني كده. هتيجي من ايمج تختار اوتو كلر، وهنيجي عند الباك جراوند اللي بره دي بقى واختار فلتر، ومن فلتر اختار بلور، ومنه اختار جوشن بلور. ازود كده كمان نخليها مثلا كده واقول له اوكي. خلي بالك بقى ان انا هدمج اللاير دي مع اللاير دي، هتيجي تدوس على كنترول وشيفت واي من على الكيبورد بقوم لاير واحده، بقوم كلهم دلوقتي لاير واحده. تمام، علشان اقدر احسن الالوان بقى هاجي من ايمج واختار اوتو تون. فانا دلوقتي عملت وضوح للصوره بشكل كبير جدا، هاجي اقلله شويه اختار من ايمج ومن ايمج ادجستمنت ومنه بختار الليفلز، واجي من هنا كده بقلل الجزء ده كده بحيث ان انا اقل ازود الاسود شويه واقول له اوكي. فدي قبل ودي بعد. طب عايزين نحسن برضو الالوان بشكل كبير شويه تاني، هتيجي من ايمج وتختار ادجستمنت ومنها البرايتنس. فلو هنلاحظ كده كده احنا بنقلل الاضاءه وكده بنعليها طبعا، فاحنا نقلل الاضاءه شويه، هي طبعا كانت زيرو نخليها زيرو. احنا كده قللناها لسالب 13. الكونتراست نخليها مثلا بالشكل ده كده على حسب طبعا الصوره معاك هتكون عامله ازاي. بعد كده هاجي من ايمج واختار الادجستمنت، ومن ادجستمنت اختار السيلكتيف كلر، منها بحدد اللون اللي اقدر ازوده وانقصه من الصوره، واجي اختار اللون الاصفر لان دايما البشره بتكون غالب عليها اللون الاصفر، سواء كانت البشره بتاعت الشخص ده ابيض او قمحاوي او اسمر فدايما بيكون في لون اصفر. لو جيت عند البلاك تحت كده ونقصت او زودت بتلاقي الصوره بتغمق وتفتح، فلو جيت بزود جامد يعني بزود او برمي عليها اصفر جامد، فبالتالي بتلاقي الوش اهو بقى فيه لون اصفر كتير، والتيشيرت نفسه بقى كمان اللون الاصفر بتاعه زاد جدا وبقى غامق. حتى لو جيت سحبت بقى لاحظ ان الاصفر هيقل جامد جدا، يعني التيشيرت اصلا ده اللون بتاعه العادي سحبته اللون الاصفر اختفى تماما، يعني بقى اصفر فاتح جدا. فلو خليتها رجعتها زيرو تاني زي ما هي، انا بس هاجي هقلل الاصفر بنسبه قليله جدا وليكن نسبة سالب 6 واقول له اوكي.
عشان اقدر احسن الصورة كمان بشكل كويس. برضو ممكن اجي من فلتر هنا واختار التوباز، فلتر توباز، واجرب اختار كده الفلتر بتاع كلين، نجرب كده الافكت ده. يعني ده شكل الوش، اعتقد ان كده بقت احسن، يعني هي قريبة سنة من المرسومة، فاعتقد ان ده شكلها بقى احسن شوية. فاضل بس ان نخلي بالك عند الودن هنا، ممكن اجي اظبط الجزء ده، احس كده ايه، او اخلي الصورة كأنها مش شاربن. يعني الودن دلوقتي بحاول ان انا ايه امشيها مع الباك جراوند. نيجي عند الودن التانية برضو، زي لاحظ كده ان الودن عشان برضو القص اللي احنا كنا عاملينه فباين الاجزاء دي منها. هنيجي بس نظبطها كده بحيث ان هي ايه ما تكونش باينه معانا، هي مش مؤثره قوي ولكن برضو عشان الشغل بتاعك برضو يكون كويس. نيجي نلغي دي تماما كده، فانت كده الى حد ما يعني بقت ايه، بقت احسن من الاول. يعني ايه مش 100% كويسه ولكن احسن من الاول. كده انا ظبطت الودن وظبطت كل حاجه في الصوره. عندنا الجزء ده ممكن اعمله بالباتش تول، وارجع تاني كده. اعتقد ان الصورة يعني كده بقت احلى من الاول بكتير. يعني دي الصورة الاصلية زي ما احنا شايفينها اهي، ودي الصورة بعد التعديل. تعال نجرب بقى حاجة من الايمج، لو نجرب مثلا الاوتو كولر اعتقد ان ممكن يتحسن شوية. لا كده بصراحة هي اتحسنت اكتر لما عملنا اوتو كولر، ده قبل ما اعمل اوتو كولر وده بعد ما عملت الاوتو كولر. تعالى بقى نظبط الاضاءة شوية، لو دوست كنترول وال من على الكيبورد افتح لي الليفلز. لو جيت مثلا رميت اسود شويه كده على الصوره، اعتقد انه كده بقى احسن شويه. لو جيت دوست كنترول ويو افتح لي الساتوريشن بتاع الالوان. لو جيت مثلا اجرب كده نشوف كده احسن ولا كده، اعتقد انه كده افضل. تعال نشوف بقى الاضاءه شويه، اعتقد ان الصوره بقت دلوقتي كده احسن بكتير من الاول. برضو اي حد يعني شغل الفوتوشوب مش كل واحد، فممكن يكون واحد عنده نظرة تانية انه يخلي الصورة بشكل تاني او يخليها اجمل من كده ببعض الفلاتر او يختار باك جراوند تانية. ولكن يعني ان انا حبيت اوضح بس الطريقة، انك اول حاجة المفروض تبص على ملامح الوش وايه الجزء المفروض يتحدد والجزء المفروض يتظبط، يعني وتشيل منه الحاجات اللي ناقصة او تزود الحاجات اللي هي مش موجودة فيه. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، وان شاء الله هيكون في عمل سلسله كامله عن تعليم الفوتوشوب للمبتدئين في الايام الجايه باذن الله. ولو اي حد عنده استفسار بخصوص الموضوع ده واي موضوع تاني، يا ريت يكلمنا على صفحه تكنو عربي من خلال الفيسبوك او يسيب لنا رد في التعليقات. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. كان معاكم احمد الجرنوسي من موقع تكنو عربي، اشوفكم في درس جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.